السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع بعض في القسمة، بس القسمة في ناس بتكرهها وصعبة لا هناخدها بطريقة لذيذة، اسمها نموذج المستطيل. يعني ايه يا مستر؟ يلا معايا. ادي مسألة بقول اوجد ناتج ما يلي 84 على الكام؟ التلاتة. طب تعالى نفتكر 84 هو ايه؟ المقسوم. انا بحب افكرك كل شويه. طب والتلاته المقسوم عليه؟ طب فين خارج القسمه؟ ده اللي انا عايزه اجيبه. انا ما بحبش القسمه. نعمل مستطيل. ابدا هنا الرقم المقسوم جوه 4 و8، المقسوم عليه بره على التلاته. انا مش عارف افكر التلاته دي 3 في 1 ب3، 3 في 2 ب6. طب انا ما افتكرتش. بص يا جميل، الثمانية دي تنفع على الثلاثة؟ لا ده انا هخليها 6، اقرب حاجة 6. 6 على الثلاثة فيها الاثنين، بس الاثنين في العشرات 20. يبقى ارجع اضرب هنا 20 في 3، ادي الصفر والستة. اطرح 4 ناقص 0 4، 8 ناقص 6 2، يبقى 24 على التلاتة فيها التمانية، 8 في 3 24. يبقى أرجع أهو 8 في 3 24، أطرح يبقى خلصت. يبقى الناتج كام؟ الناتج هنا كام؟ الناتج يا ميسي يا حلوة يا جميلة 20 زائد 8 يبقى 28. ايه رأيك؟ بسيطة؟ طب يلا واحدة كمان. يلا حبيبي اوجد ناتج ما يلي، اديني كبرت لك الرقم عشان ما تقولش ان بنقي حاجات سهلة، 256 على 8. اعمل نموذج المستطيل، اكتب فيه 256 على التمانية بره. طبعا هي اتنين على التمانية ما ينفعش، اتنين اهم قدوم لي تمانية. لا يا مام يا لا لا لا، يبقى انا اخد كم يا جميل؟ 24. 24 عرفتها ازاي؟ ما هي 25 على التمانية ما تنفعش، وانا حافظة ان التلاتة في تمانية باربعة وعشرين. حلو، يعني دي امس فيها تلاتة عشرات يعني 30. طب نرجع، ادي الصفر، 3 في 8 ب 24، اطرح 6 ناقص 0 ال 6، 5 ناقص 4 ال 1، 2 ناقص 2 0. يتكتب ما يتكتبش ما تفرقش. ده على الشمال بقت ايه؟ 16 على 8. حاجه حلوه خالص. 2 2 في 8 ب 16 يبقى 16. خلصت؟ طب الناتج كام؟ الناتج 30 زائد 2 يبقى 32. الناتج 32. حلوة؟ طب يلا ناخد بقى منها بس لفظية. يلا يا حبيبي اقرا معايا. ادخرت رشيدة 545 جنيها لشراء سيارة لعبة، وهي كانت تدخر 5 جنيهات في كل يوم. كل يوم يعني رشيدة دي كانت بتحوش 5 جنيه. تعمل فيه بعض الأعمال البسيطة، كم يوما كان عليها أن تعمل لتوفير ما يكفي من النقود لشراء اللعبة؟ تعالى نفهم. عندي واحدة اسمها رشيدة قعدت تحوش كل يوم 5 جنيه من الأعمال البسيطة، فحوشت كام؟ 545 جنيه. بعد كام يوم؟ يعني أنا مفروض هقول لها هنا عدد الأيام، إن أنا هقسم 545 على 5. طب أنا ما بحبش القسمة ومش عارفة أحلها، هنحلها بطريقة المستطيل، ومحدش يقول لي ما بحبهاش. ابدأ هنا بقت سهلة اهي، 545 على 5.
اخذ هنا خمسه. طب خمسه هنا على الخمسه سهله، فيها الواحد، الواحد ده في خانه الميات تبقى ميه. شفت الجمال؟ ميه ارجع كده في خمسه سهله مس 500. حلو اهو اكمل اطرح يا حبيبي، خمسه ناقص صفر خمسه، اربعه ناقص صفر اربعه، خمسه ناقص خمسه راحت، بقت دي كام؟ 45. حلو على الخمسه، خمسه في تسعه 45، يبقى هنا فيها التسعه اسكت؟ لا ما اسكتش، تسعه في خمسه ب45، والناتج خلصت صفار. يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج يا مس اهو حضرتك قلتي هجمع دول اللي هي 100 زائد 9 تبقى 109، يبقى الناتج كام؟ 109 يوم كده. يبقى انتنا حلقتنا النهارده اللي بتتكلم فيها عن القسمة باستخدام نموذج المستطيل، سهلة وجميلة. لو حضرتك حابب تدريبات اكتر تحت الحلقة في صندوق الوصف سيبالك رابط حلقة التدريبات، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.